صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم واحد لسنة 2021 بتعيين مدير في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة جاء فيه المادة الأولى تعين السيدة لما عباس سعيد المحروس مديرا لإدارة التقويم والرقابة البيئية في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة